تقريبا أنا مهتم كما يقال، أنا مهتم، ماخذ الأمر باهتمام. وقد عتب علي إخواني من قديم، يا فلان قالوا يعني هون على نفسك، أنت مكبرها وتأخذ. لا، لأنها كبيرة، هي ليست صغيرة، كبيرة. وإن لم ترها كبيرة ستثبت في يوم الأيام، بس بعد أن تقع على رأسك ورأس أمتك، أنها كبيرة. كلها مسائل كبيرة هذه كما قلت. ودهرنا جاد ونحن هازلون، ولذلك نعيش مهزولين ومطرودين حتى من مسيرة الحضارة اليوم للأسف الشديد. رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه قولا وفعلا، قولا وفعلا أثبت وبرهن بأكثر من طريقة وبأكثر من صورة على أن هذا الفهم فهم مغلوط في كتاب الله. النبي لم يفهم أن القرآن الذي على قلبه الكريم أوحي وأنزل أنه ماذا؟ أنه موسوعة ومجمع لكل العلوم، وفيه كل تفاريق وتفاصيل العلوم. بين قوسين واحد يقول لي أنت في عندك موقف مريب من الإعجاز العلمي. نعم عندي موقف علمي، موقف علمي ديني من الإعجاز العلمي. وللأسف بعض الناس برضو إيه يبدو أنه لم يفهمه على وجهه. ارجعوا إلى أي محاضراتي وإلى نقاشات في هذا الموضوع، وأنا وضحت بطريقة دقيقة بفضل الله لماذا لا يمكن أن يكون في القرآن إعجاز علمي، لا يمكن نظريا. إلى الآن ما في حد أجاب عن حجتي. أنا ذكرت أن الإعجاز شرطه الراهنية، ما لم يتحقق هذا الشرط ما في إعجاز. وإلى كل واحد يقول لك أنا آتيك الآن بنص، كما قلت غير مرة، آتيك الآن بنص وفيه نظريات في شتى العلوم تثبت إعجازه، أقول له يلا هيا نختبر. يقول لك لا مش الآن، بعد مئات السنين سيثبت صحة ما فيه، سيثبت صحة هذا، مش إعجاز. كيف كيف ستعجزني؟ هتقول لي بس القرآن، شئت أم أبيت يا أخي، القرآن فيه إشارات علمية إلى موضوع، إلى موضوعات علمية فعلا طابقت العلم أو جاء العلم وتطابق معه. أنا لا أنكر هذا، لم أنكره مرة، وربما بين الفينة والفينة أحاول أن أفسر بعض الآيات من زوايا إيش؟ علمية. في فرق كبير أن في القرآن إشارات إلى موضوعات يأتي العلم يصادق عليها، وبين أن تسمي هذا إعجازاً. هذا ليس إعجازاً ولا يقع بمثله التحدي، لكن هذا ماذا؟ هذا أحد الأدلة على ربانية القرآن، وأنه يستحيل إلا أن يكون من عند الله. يعني قضية اصطلاحية دقيقة، أنا أحاول أن أكون دقيقاً في المصطلح، دقيقاً في المصطلح. وفرق كبير لما تسميه إعجاز كأنه هذا هو البرهان القطعي، ثم يبطل هذا التأويل وهذا التفسير، تهتز ثقة الناس بالقرآن. فرق كبير أن تقول لي هذه الآيات فيها إشارات إلى قضايا كونية وطبيعية وعلمية وحيوية، ونحن نفهمها على أن العلم جاء يصادق عليها وطابقها من الزاوية الفلانية. اجتهاد، قد تصيب وقد تخطئ، قد تصيب وقد تخطئ، وخاصة إذا أوغلت في هذا الباب وجعلت تربط بين ما تفهمه من كتاب الله وبين فروض علمية ونظريات غير ثابتة، مش نظريات ثابتة تماما محققة، نظريات غير ثابتة في طور الأخذ والرد، وخاصة النظريات غير القابلة للدحض. ومش حنخش في فلسفة كارل بوبر ونقول إيش الدحض وما الدحض، لأنه إحنا أعطيناكم أمثلة بسيطة في الخطبة عن ماذا؟ على طريقة اجتهاد بعض علماء المسلمين اليوم، بعض العلماء كما قلت في الطب والهندسة والفيزياء والذرة للأسف الشديد، خاصة في الباكستان، الذين يحسبون لنا سرعة الجن. بل في واحد مسلم ألماني من ألمانيا وقد نعته بالعتة، أحد كبار علماء الفيزياء في الباكستان، قال هذا معتوه، هذا المسلم الألماني معتوه، قال للأسف ولا أدري كيف تستضيف حكومتنا الباكستانية تدفع له ثمن طيار وثمن إقامة وأكل وشرب تعطيه جائزة، جاي يقدم بحث يحسب به زاوية الله، استغفر الله العظيم. طاء على نون طاء الباي يعني 3.14 تقريبا على نون، ايش النون؟ قال لك غير محدده، ايه العتاه ده؟ قال لك زاويه الله، استغفر الله العظيم، وين الله قابع؟ وين الله؟ من وين بنشوفه يعني؟ من وين نصلي وبنطير له؟ ايه الجنون ده؟ مؤتمر علمي، الاعجاز العلمي، الاسلام اباد، ايش هذا؟ هذا هو مش هو بس، في احد علماء باكستان وهو عالم في الذره اكل بعقله حلاوه من كهنة وسدنة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وقال لك أنا قاعد بعمل بقدم نموذج ونظرية، سمعتوش ولا واحد سمع فيها. تفشل تفشل، هذا كله يفشل، كله فشل، هذا كله كلام فارغ، هذا كله هوس. نظرية في استخدام طاقة الجن، يا حي هلل،
مرحى مرحى واو طاقة الجن حلو والله مش الذرة والهيدروجين والبايندنج انرجي وكذا لا 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 طاقة الجن ورجين يلا حلو أنا أبايدك والله أنا بأيدك أول مؤيدين إذا بتقدر تجيب الجن وتخزنهم في قماقم زي سليمان عليه السلام وتأخذ الطاقة تبعتهم وتفجر فيها وتعمل فيها وتبعث فيها صواريخ على الفضاء والله بكون حلو يعني ما عنديش مشكلة بس ورجيني كيف كلفر كلفر يعني هذا حين يسمعه أي إنسان عنده البيزك فقط قاعدة قاعدة في التكوين العلمي سيغرب ضحكا مستحيل هبل ده هبل حتى لو عنده دكتوراه في ميزة الدرب بس هبل واضح انه هبل يعني ما هي الدكتوراه مش شغلة كبيرة أنت اصحوا تفكروا دكتوراه شغلة كبيرة دكتوراه يعني قديش حاملين دكتوراه في الذرة كثار بس مين اللي عندهم اكتشافات حقيقية ونظريات حقيقية واللي أبدعوا ورفضوا مسيرة الفيزياء أقل بكثير من عندهم دكتوراه فهمتوا كيف أنتم؟ زي شيء برضه كثير عندهم دكتوراه في الإسلاميات مين في هؤلاء المسلمين أصبح مصلحان وقدم وأثبت ومحى وكذا وعمل حراك فكري حقيقي خدم الأمة قليل جدا جدا معظمهم الألف منهم بواحد زي بعضهم كله ودكتوراه ما تخافوش من كلمة دكتوراه في الفيزياء في الكيمياء كافي في معاتيه وعندهم دكتوراه في العالم كله مش في المسلمين في العالم كله موجود هؤلاء فقال طاقة الجن كيف يستخدم طاقة مش الطاقة البخارية والطاقة طاقة الجن يا حي أهلا مرحى مرحى طوبى لهذه الأمة فيها الإبداع والعقليات الجبارة هذه استخدم طاقة الجن يا رجل يا رجل الدكتورة سميرة هذا الله يرحمها المصرية هذه فكرت كيف تعمل قنبلة الحديد لأنه قنبلة من العناصر المشعة هذه أسهل بكثير مهتزة قلقة هذه العناصر بس الحديد وطاقة الربط اللي فيه شيء مخيف شيء مخيف طاقة الربط في جزء الحديد binding energy هذه أكثر من طاقة المجموعة الشمسية كلها الظاهر طبعا المفكوكة طبعا فالدكتورة رحمة الله عليها هذه تلميذة علي مصطفى مشرفة قالت لك أنا أعمل نظرية وعلامة كبيرة كذا دهوروها كانت ترك في السيارة دهوروهم فوق جبل طاقة حديد قالوا قنبة حديد حتودينا في داهية أنت حتخلينا متأخرين قتلوه مباشرة هذا الإبداع مش طاقة الجن وهذا قنبلة حديد ورجيني قابلة إلى التجريب يعني لما أينشتاين قال لهم إنه إيه إنه الكتلة الماس يعني عدد ما تحتويه إيه الأشياء من إيه من جزيئات يعني المادة متى الماس مش الوزن الويت الماس الكتلة قال لهم الكتلة تتأثر بالسرعة الله أينشتاين جنيت أجون أنت يا أينشتاين هبلت يا أينشتاين قال لهم جربوا راحوا جربوا أكسليرترز مسرعات وأشياء كذا طلع صح الكثرة الكتلة كل ما يزداد الجسيم سرعة الكتلة تزداد طلع صح يخرب بيت أينشتاين عقله جبار قال لك هذا ممكن يثبت إنه مش صح فبطلع غلطان هذه القابلة يضحض مش معناها إنه نظرية لابد أن تضحض لتكون نظرية لا لا هتكون قابلة يعني معمولة بطريقة تقبل إيش إن نجربها يا بتطلع صح يا بتطلع إيه غلط يا بتصيب يا بتخيب كما نقول هاي معناها القابلية الابيليتي يعني ابيليتيت ابيليتي ها قابلية الضحض مش ان تضحض بالضرورة لا والا لو كون نظرية علمية عشان تكون علمية لابد ان تضحض معناها فيش نظرية علمية كله كذب بيطلع وانا صحيح وايش اللي بفرق نظرية علمية صحيحة من نظرية علمية خائبة انه هذه قابلة وهذه قابلة بس هذه ايش تجاوزت الامتحان وهذه رسبت في الامتحان بس هذه هذا العلم هذا الساينس من حين العلم بيزنس شاوت ساينس هذا العلم من سرعة الجن وزاوية الله وحساب الثواب كيف عارف يلا ورجيني يوم القيامة هتعرف إذا معناها غير قابل للضحض معناها مش نظرة علمية كلام فارغ هذا هوس هيك اسمه هاي العلم العلم صعب ها نرجع يا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام الرسول قلنا أثبت ما ذكرت قولا وفعلا نجيب نماذج كلنا بنعرفها في معركة بدر لما قاملوا الأنصاري الفارس الشاعر أحد فرسان الأنصار واحد شعرائهم الحباب ابن المنذر يا رسول الله أبار الماء أنت تركها عندهم غادي وجاهين تخيم بالجيش أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخدعة والمكيدة قالوا هي الحرب والخدعة والمكيدة قال له ما هذا بمنزل عسكريا قال له صفر شوف جراءة أدب سأل هو إذا وحي نتأخر هذا الفرق هذا الفرق بين الوحي الدين يعني وبين ايش العلم والتجربة البشرية التجربة البشرية قام ايش على القابلية للضحض ورجيني اثبت لي الدين قام على ماذا التسليم والإيمان سلمنا سمعنا وأطعنا خلاص الله قال لك هيك خلاص هذا الصح قالوا لا مش الله قال لي انا ما عندي قلتها فقال له ما هذا بمنزل
قالوا انت مش مشهور؟ قالوا لا، احنا نخيم غابي، نخلي ابار الماء في جهتنا ونغور نحفر احنا، فيغور الماء اللي عندهم لسه، اذا غاد بقيه ابار شويه ماء كله يغور، فنشرب ولا يشربون ونسقي ولا يسقون. قال له نعم الرأي ورأيك، يلا قوموا. قاموا الناس. واضح ولا مش واضح؟ ليش النبي ما لقيش هذا الخطة على سبيل كتاب الله؟ ما فرضنا في الكتاب من شيء. هذا النبي مش انت وانا، ولا واحد يقول انا افهم من النبي، لا انا عندي هيك عقلي اجبر من النبي، انا بقدر افهم شغلات النبي. اصحى، ما تقعدش تجدف تعمل بلاسفيمي وتقعد تكفر، والله مش صحيح. الزم حدك عاد، بلاش هبل. لك انا عقلي، في ناس عندها هوس يعني افهم من النبي هو. واضح؟ اثنين لما اجت غطفان، تعرفوا الخندق عاد 9000 او 10000 كلهم ضد المسلمين مساكين في المدينه، قصه كبيره، الاحزاب تحزبت على المسلمين. واجوا غطفان قالوا له يا رسول الله يا محمد بتعطينا ثلث ثمار المدينه، ها؟ واحنا خلص بنسحب وبنصير محايدين، مش حنقاتل معك، بس مش حنقاتلك، واللي معانا كمان بنحيدهم. النبي قال والله كويس، ليش لا؟ الوضع صعب جدا جدا، الناس بلغت غروب الحناجر، وتظنون بالله الظنون. فاجا ايه لزعماء الانصار الاثنين، زعيمي الانصار اوس والخزرج، سعد بن عباده وسعد ايه بن معاذ، وقال لهم انا يعني شفتوا ايش راي؟ قالوا رسول الله هذا شيء امرك الله به. شفتوا؟ شوف المنهجيه، مثل هي المثل، هي المنهج، منهج صحيح، قضيه دينيه وحي تقوم على ماذا؟ تسليم، اسكت وسلم. نبي هذا، انت عملت النبي صح؟ وعرفت انه لا يكذب على الله، انتهينا. اذا قال لك انه الله قال لي اسكت، قال له هذا الله امرك هيك تعمل هيك؟ نزل لك جبريل وقال لك اعطيهم ثلث ثمار المدينه وبيخذلوا عنا وبنخذل المعسكر ايه الاحزاب؟ هو امر امرك الله به ام شيء تحبه لنا تصنعه لنا؟ كلا بل شيء اصنعه لكم، رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحده، الكل اجوا أحزاب 10000 تقريبا وإحنا قلة هنا وحصرونا وكذا، فقلت نخفف عنكم نكسر حدة إيه هذا التحزب. قال يا رسول الله إذن لا نعطيهم إلا السيف. إحنا أبناء الحلبة، قالوا إحنا أبناء بجدتها فرسان حلبتها، قالوا إحنا أهل الحرب والحلقة، إحنا حملة السيف والترس لا 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 نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال كما ترون، ترجع النبي. ليش النبي ما لقيش الخطة الصحيحة في كتاب الله؟ هذه قضايا ماذا؟ عسكرية، قضايا عسكرية ومدنية يرجع فيها القرآن ولا الخبرة؟ الخبرة والدرس والتاريخ، الخبرة المتراكمة. بلاش، بما أننا لسه في العسكرية أعطيكم دليل ثاني جميل، إليكم هذا الدليل الجميل دونكم دليلا، وممكن دليل كمان نحويا، دليلا جميلا. إيش يقول عمرو بن العاص؟ تعرفوا عمرو بن العاص وخالد بن الوليد متى أسلم؟ قبيل فتح مكة بعد الحديبية، تخيلوا بعد الحديبية وقبيل الفتح، متأخرين جدا. طيب حوالي السنة السابعة للهجرة، إيش يقول عمرو بن العاص؟ وانتوا عارفين من هو عمرو بن العاص، عسكري من طراز أول. خالد يتفوق لسه على عمرو، إشي مخيف، خاض 120 معركة في الجاهلية والإسلام، عمره ما خسر واحد فيهم، إشي رهيب هذا الرجل رضوان الله عليه. حتى المؤرخين العسكريين الأوروبيين يحتفون به في كتب عنه ودراسات، قال لك شيء عقل جبار جدا هذا في العسكرية، مش طبيعي الرجل هذا. إيش يقول عمرو بن العاص رضي الله عنهما؟ يقول ما أمر علينا، يعني إيش نفسه هو خالدا، مذ أسلمنا رسول الله في شأن حرب أحدا سوانا. أي سرية أي معركة هيك إحنا بنكون أمراء فيها، يا أنا يا خالد، ولا مرة رحنا وإحنا إيه مأمورين في إمرة أحد. السؤال، لو علم العسكرية والفن العسكري والمصاولة والمكامعة والمجاولة والكر والفرة والغلب يؤخذ إيه من كتاب الله؟ لأنه ما فرضنا في الكتاب من شيء. مين كان أولى بأن يكون الأمير دائما؟ اللي أول إسلاما، يعني أبو بكر وعلي مثلا، وبعدين عمر الخطاب في السنة السادسة للبعثة، مش للهجرة، للبعثة أسلم. هذول أولى، ليه؟ لأنه عنده فترة طويلة يتلو فيها كلام الله ويتأمله، فحيصير عنده علم أكثر عسكري، لأنه العلم كله في كتاب الله، صح؟ هذا كلام فارغ، هذا عبط هوس، ما في الكلام هذا منه. هذول يدوب أسلموا مبارح، من حد ما أسلموا قالك منذ أسلمنا، فش أي معركة موجود فيها عمر أو خالد هم الأمراء مش المأمورين.
معناها المسألة ما لها علاقة بكتاب الله ولا علم أخذ من كتاب الله. من وين جابوا علم هذا؟ خبرة وموهبة، كومبتنس، ملكة، عندهم ملكة عسكرية قوية وموهبة، وعندهم برضو خبرة إيه متراكمة، خوض المعارك، ولا مش صحيح؟ هذا النبي عليه السلام، شفتوا؟ هذا النبي، مش إحنا نهبل، ما فرنت في كتابه من شيء، شطب على علم الأمم كلها، أهل عليه التراب، وقال طلع علومك من الكتاب والسنة، عاد اعمل علم فيزياء قرآني وعلم كيمياء ورجيني، والله أنا معك، يعني يا حبذا، والله حكون فخور، فخورا ورافع راسي في السماك الأعلى، والله العظيم.